من علاماتك المضيئه المشخصات اتنين ودور البلتاجي. دور البلتاجي هل فعلا اتعرض عليك انك تعمل البلتاجي كشخصيه شخصيه بطل؟ يا استاذي انا اللي بعرض نفسي، انا بروح للمخرج اقول له انا عبد المنعم ابراهيم جمال عبد الحميد في العدليه في العندليب، انا قلت له انا عبد المنعم ابراهيم، هم كانوا جايبين ممثل تاني، قلت له مع احترامي ليك وللممثل التاني انا عبد المنعم ابراهيم، لان محمد صبحي قال لي انت عبد المنعم ابراهيم، ضياء المرغني قال لي انت عبد المنعم ابراهيم، مخرجين اكاد الناس في الشارع بتاع الكلاكيت قال لي تصدق فيك شباب من عبد المنعم ابراهيم، يبقى لما تيجي تعمل عبد المنعم ابراهيم تجيبني. سمير غانم كنت بمشي قبل ما اعمل الدور يقول لي انت فيك شباب من سمير غانم، رحت سمير سيف الله يرحمه، ده الفرق بقى، مخرج عظيم سينمائي غير مخرج تلفزيوني، السينمائي بيجيبك. أما جابوني في خيال مئات عامل حسن حسني ومشوني ورجعت تاني أحمد حلمي جابني، عملت معاه مطب صناعي وجعلتني مجرما وخيال مئات وعملية ميسي وإذاعة في رمضان حبيب قلبي أحمد حلمي، اشتغلت مع تامر حسني في آدم كنت عامل دور بطولة. طب ليه ما مع أول إخراج لمحمد سامي ليه ما استثمرتش نجاحك يمكن في دور محمد البلتاجي تحديدا كمان بسبب يعني المفروض الاختيار الكبير. المفروض الاختيار اتنين اللي بيتعرض للداخلية والصراع مع الإخوان والداخلية، وأنا اشتغلت مع بيتر ميمي في حرم مزنوقة دور ضابط شرطة، قال لي أنت من عامل مشهدين بالفيلم كله مفكرش يجيبني ليه؟ لأنه هيجيب ابن فنان، هيجيب ابن عادل إمام يعمل مشهد عشان ياخد البلوف، هيجيب ابن مش عارفة مين، ها ابن مين، نشوف هيجيب صاحب منتج تامر مرسي ممثل جديد طالع اسمه عصام السقا، النهاردة اتعمل مسلسل اتنين تلاتة تلات مسلسلات، كان طالع مع إسعاد يونس وطالع مع عمرو الليسي وطالع مع مش عارفة البيبي وطالع في قنوات المتشافة وبرامج المتشافة، انا عملت 150 مسلسل اخر النيل للدراما او نايل لايف مشكورة طبعا، والهلال انتوا دار الهلال، دار الهلال لا ما تحطنيش في سي وايه وبي وتحط اللي على مزاجك في الحته المنوره، لا انا طالما عندي قبول وعندي كاريزما وعندي موهبه الدور بينادي صاحبه بالك. انا مثلا هشام عشماوي في الاختيار كنت مفروض، انا حسيت ان انا هشام عشماوي، انا شفت قلت يا لهوي ده انا، وهو سياده اللواء عباس كامل جايبه في الطياره رئيس مخابرات وقابضين عليه، انا شفته نايم على السرير قلت يا لهوي ده انا هشام عشماوي. يعني انا لو كنت عملت هشام عشماوي كان هيطلع غير احمد العوضي كتير جدا تماماً. هو احمد العوضي عمله من حته كده، هشام عشماوي مش كده، ده بني ادم عادي لحم ودم. ما عجبكش؟ لا 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 ما عجبنيش، وحسيت ان الدور فيه مجامله لياسمين عبد العزيز وتامر مرسي لانه صديق وبتاع، انا يعني عيب ان انا اتكلم كده بس لازم، ده اكل عيشي، انت ما تاخدش حقي ما تاخدش دوري، اعمل ان كاست. الضباط اللي قبضوا على هشام عشماوي قادة في الجيش المصري قالوا لي انت شبه هشام عشماوي اكتر من احمد العوضي.